تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا صديقة، أعرب فيها فخامته عن خالص تهانيه وتهاني حكومة وشعب جمهورية سريلانكا لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مشيدا فخامته بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية سريلانكا الصديقة، كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة، مؤكدا سموه حفظه الله على التطلع والحرص المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى أفاق أرحب، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.